انني سائق السيارة اجرة هي مصدر رزقي وقد قضى الله بحكمه وقدره وقلبت بها وتوفي معي 4 اشخاص منهم 2 سامحوني في الدية واثنان امنت بديتهم لدى الدولة حيث انهم لم يعرفا، هل علي صوم او صدقة؟ اذا كنت السبب في موتهم فعليك عتق رقبة عن كل واحد مؤمنا، فان لم تجد صمت عن كل واحد 2 شهر عن 4 8 اشهر كل 2 وحدها متتابعين. اذا كنت السبب مثل صعت حتى انقلبت، دخلت الطريق حتى سجنت وانقلبت او ما اشبه ذلك، كنت انت السبب هذا الانقلاب، او كنت سكران او ناعس نايم او تاتي الحبوب التي تغير شعور الانسان فانقلبت بسبب ذلك، فعليك الدية وكفارة جمعة. اما اذا كان ملك تسبب الامر انقلبت من التسبب، انت تمشي غير المكان ولم تخالف الطريق ولم تخالف النظم، بل تمشي عقلك معك وشعورك معك، ولكن قدر انك اختل شيء في السياره من ذراع او غيره او بنشره او غيره، حصل انقلاب بسبب ذلك من دون اسباب منك فلا شيء.